بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نبتدي الكلام النهاردة هنتكلم على أور ستوري. أور ستوري في الحقيقة ما ابتدتش النهاردة، لا هي ابتدت من 150 years ago. ابتدت مع أول منظار اتعمل، طبعا ده المنظار الأول، ده طبعا كان زي فقرة الساحر كده اللي أنا بدخل لسكوب، طبعا كان ميتال وشيء فظيع جدا. الموضوع تنه up to 100 years بالشكل ده لغاية ما حصل مارفلس تشينج في سنة 1961، اللي هو ظهر الفليكسبل فايبرو اوبتيك جاستروسكوب. احنا في الحقيقة طبعا في مصر ما كناش بعاد عن ده، كان عندنا الفايبرو اوبتيك برضو بس بتاعنا احنا. الموضوع ما وقفش عند هذا الحد، تطور بقى في الفيديو سكوب، بعد كده ابتدى يظهر الفيديو سكوب الاحدث. ده بالنسبة لل الاندوسكوبي. بالنسبه للسونار الابدومينال الترا ساوند، ده كان اول جهاز الترا ساوند، ده كان البيشنت هيتحط في البرميل ده ويطلع الالترا سونيك ويفز وتطلع لي صوره طبعا هيزي. التطور تنه سريع جدا جدا لغايه ما وصلنا للاجهزه الحديثه اللي احنا بنشتغل بيها النهارده. طبعا ابتدى يجي فكره، طب ليه ما اجمعش الاندوسكوب مع الالترا ساوند في جهاز واحد؟ تخيل بقى لو الالترا ساوند مع الاندوسكوب، وقدرت ادخل الاندوسكوب بالتيب بتاعته الالترا ساوند، هيبقى الاندوسكوبك الترا ساوند. طبعا بعد ظهور الاندوسكوبك الترا ساوند كان ده منظر الكونفنشنال اندوسكوبي بالنسبه للاي او اس. الموضوع ده في الحقيقه ما كانش بعيد، ده من اباوت 40 سنه او يعني وات ايفر. الاندوسكوبك الترا ساوند في الثمانينات ابتدى يظهر. اول اندوسكوبك الترا ساوند اتعمل سنه 80، كان على الدوجز، وبعد كده ابتدى يظهر الراديال اندوسكوبك الترا ساوند اللي هو بيظهر بيدي صوره مقطعيه سلايس للتيشو. ابتدى يتطور لغايه ابتدى بعد كده التطور بتاعه اللي هو ابتدى اللينير اندوسكوبك الترا ساوند، اللي عن طريقه ابتدينا نخش بابره نقدر ناخد بايوبسي نقدر ننجكت. على مدار السنين في خلال ال 40 سنه اللي فاتت ابتدى يبقى في بارادايم شيفت، مالتيبل بارادايم شيفت ان اي او اس، لظهور الفاين نيدل اسبيريشن، فاين نيدل انجكشن، الفاين نيدل بايوبسي، الامبلانتيشن، الالاستوجرافي، وهكذا وهكذا، الى ان وصلنا في المرحله الاخيره ان احنا بنقول والله اللي نقدر بنشوفه بنقدر ندرين، بنقدر نانستموز، بنقدر نعمل انجكشن انسايد ات، وده كان اخر حاجه في الاي او اس. احنا بعد ال 40 سنه دول نقدر نقول ان الاي او اس اثبت بما لا يدع مجال للشك ان هو ريل هيرو ان اول بانكرياتيك ديزيز، ان لينف نود، ان سب ايبيثيليال ليجن، ان ميديا ستاينال ايفالويشن. الاي او اس لا شك ان هو بقى ريل هيرو في المجالات دي. طبعا كان على راس المجالات هو الديتكشن اوف بانكرياتيك ماسز، وخصوصا اظهر القوه الشديده في السب سنتيمتريك او اللي هو اقل من سنتيمتر او اللي هو اقل من 2 سنتيمتر، هو الكينج في الحقيقه في الميجرمنت والديتكشن بتاعه السمول بانكرياتيك ليجن. ولكن طبعا هي في مشكله وما زالت، ان هو بيقدر يقول لي اه في ماس، ولكن هي الماس دي ايه؟ ما يقدرش يعمل دايجنوزس الا في حالات قليله. لقينا ان الدايجنوستيك اكيوريسي بتاعته لوحده كده ما يقدرش يقول لي ان دي الماس دي ايه نوعها الا اب تو 50 60% من الحالات، وبيبقى في فاضل 40 او 50% ان دايجنوزد. يعني ايه؟ بقول والله ان في ماس في البنكرياس، في ماس في المكان الفلاني في الليفر، ولكن ايه كنه الماس دي انا مش عارف. طبعا احنا عشان نتغلب على ده قعدنا نفكر نعمل ايه نعمل ايه. قال لك والله احنا ممكن نضيف الى الاي يو اس بعض الموداليتي زي الكونتراست انهانسد اي يو اس، زي الالاستوجرافي اللي بقدر اديتكت هل ده مالجننت ولا بناين، وان كان مالجننت ايه نوعه وان كان بناين ايه نوعه. طبعا ابتدى يحسن الاكيوريسي ولكن ما زادش عن 80% الدايجنوزيس اوف ذا ليجن، مش الديتكشن. طبعا هو انا ما بتكلمش عن الديتكشن، بقول الدايجنوزس اللي هو كنه الليجن ده نفسه ايه. طبعا مع اضافه الفاين نيدل
اسبيريشن او الفاينيد البايوبسي، ابتدى النسبه دي تتحسن. طبعا لو بياخد بايوبسي من الماس زي ما احنا شايفين كده وصلت الاكيوريسي 80 ل 95%، ولكن مع الكومبليكيشن. الكومبليكيشن الحمد لله قليله ولكنها موجوده، ما نقدرش نقول ان هو من غير كومبليكيشن. البليدنج، البريتونيال سيدنج، الفولس نيجاتيف ريزلت، البنكرياتيتس، طبعا كل دي كومبليكيشن الى الان بنعاني منها. ففكرنا والله قلنا طب هاو كان يو امبروف ذا دايجنوستيك اكيوريسي اوف اي يو اس ويزاوت انفيزيف مانوفر. طبعا ظهر في الذهن بتاعنا هو دخول الارتفيشال انتليجنت. طيب احنا عايزين نتكلم، هو الارتفيشال انتليجنت هيضيف ايه؟ قال لك والله هو هيقدر يديتكت مور ليجنز، هيبقى مور اكوريت ديتكشن، ولكن الاهم ان هو ممكن ياسس ان اكوريت دايجنوزس. يعني قصدك اللي انت هتريبليس الاندوسونوجرافر بجهاز يقدر يديتكت؟ قال لك لا، هو الجهاز ده ما هو الا هيبقى باك اب او مساعد او اسيستنت للطبيب اللي هو الاندوسونوجرافر. قصه الارتفيشال انتليجنت في الحقيقه هي مش حاجه جديده، هي ظهرت في الخمسينات مع جون ماكارثي. جون ماكارثي والله اول ما قال لك ان في ترم اسمه ارتفيشال انتليجنت، تنه فتره طويله قوي بيتطور، برضه حصلت تشينجز كتير. كانت المشكله الاساسيه ان مفيش حاجه تستوعب كميه الداتا اللي انا اقدر ادخلها جوه جهاز والبروسيسور اللي يقدر يخرج لي معلومه قوية. الكلام ده تنه لغاية آخر 10 سنين، حصل برضو marvelous change في الارتفيشال انتليجنت في آخر 10 سنين. لما نحب نعرف الارتفيشال انتليجنت، والله الارتفيشال انتليجنس هو ليه تعريفات كتيرة، أقربهم للصحة أو أقربهم للفهم بتاعنا إن هو it is a mathematical prediction technique that automate learning and recognize pattern in that. قسموا التايب اوف ارتفيشال انتليجنت لويك او نارو ارتفيشال انتليجنت، ده اللي احنا بنستخدمه في الطب في مجال واحد، فوكس على مجال واحد. السترونج ده بيميتيت النورمال هيومن بيهيفير اللي هو بيتعامل مع مشاكل متعدده مختلفه. السوبر انتليجنت ده لسه ما حصلش، اللي هو ده المستقبل اللي هو بيعمل سيلف امبروفمنت، ان 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 الماشين تطور من نفسها بنفسها تفوق حد الايه الهيومن انتليجنت. طبعا ده لو حصل هيتقلب القصر العيني، طبعا دول النواب اللي هيبقوا في المستقبل في القصر العيني، ودول الدكاتره اللي هم هيبقوا في القصر العيني، طبعا هيبقى مارفلس تشينج وحاجه يعني خطيره جدا. ظهر في الفتره الاخيره كلمه ماشين ليرنينج. يعني ايه ماشين ليرنينج؟ والله اللي انا بدخل داتا باترن اوف داتا لوجاريتميك في الماشين وبقدر اخد منها اوتكم، بدلها داتا وباخد منها اوتبوت، هو ده اللي هو الماشين ليرنينج. الديب ليرنينج نفس الفكره ولكنها بتتعامل مع اكتر مع الصور، بتتعامل مع الفيديوز وبتخرج لي الاوتبوت من الصور دي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا انا دخلت صوره، دخلت في الماشين ليرنينج بقول والله السياره بتتكون من 4 اطارات واكسدام وفوانيس وكذا، بدخل الكلام ده بيخش في لوجاريتماتيك كلاسيفيكيشن ويخرج لي يقول لي الصوره اللي انت بعتها دي كار لان فيها كذا وكذا وكذا. الديب ليرنينج لا، الديب ليرنينج ده مرحله متقدمه وده اللي احنا بنستخدمه اكتر في الاندوسكوبي دلوقتي، اللي انا بدخل عشرات او مئات او الاف الصور للعربيه دي وبتقول لي بيريكوجنايز الداتا بشكل مش بوصف. طبعا زي دي في دوج اند كات، بفرق منهم ازاي في الماشين ليرنينج؟ والله بيقول لي دي مواصفات الكات وده مواصفات الدوج، وفي الاخر بيقول لي ده الصوره بتاعه ده ايه وده ايه. احنا في الديب ليرنينج لا، بدخل صور كتيره للكات، صور كتيره للدوجز، وهو بعد كده لما اتعلم يقدر يخرج لي دوج من حتى المواصفات بتاعته مختلفه عن الصور دي ولكنها اقرب ما تكون. طبعا ده كله بيخش في نيورال نتورك وبيطلع لي الداتا اللي انا اقدر اللي هي الاوتبوت اللي انا اقدر اخد منها المعلومه. يبقى الارتفيشال انتليجنت ده هو الجنرال ثينك، وبعد كده يجي الماشين ليرنينج والديب ليرنينج، هي دي حاجه سب كاتيجوريز منهم. الفيديو ده بيفهمني اكتر يعني ايه ديب ليرنينج. والله هو ده ادي بندخل عشرات الالاف من الصور البني ادمين، هو هنا بيقدر يقول لي ان ده بيرسون بالرغم من انه مش باين بس بيظهره لي هنا، بيقول لي ده ايه وده ايه وده ايه. برضه نفس الفكره زي ما حضراتكم شايفين، هو يقدر يتعرف على ان ده بيرسون وده بيتحرك، دي
دي كار، دي ترانك، وهكذا وهكذا. ايفن واحد مثلا لابس خوذه عرف ان هو ده بيرسون، لان عنده الاف الصور للشكل ده. واحد شايل حاجات برضه قال لي ده بيرسون، واحد هنا مش باين قال لي ده بيرسون. ممكن يديتكت حاجات ما اقدرش انا اشوفها الصوره، يعني مثلا هو هنا باين ان في كار هنا، هل احنا شفناها؟ لا. طبعا ليه فلاسز اللي انا هنا ما اشوف مثلا ده بيقول لي ده بول، هو ده مش بول ده طائر، ولكن هو شافه من وجهه معينه لما قربت منه قدر يعرف ان ده بيرد. ده قدر لما قربت منه حط البارامتر من الصور او من الاف الصور اللي انا حاططها قدر يعرف لي ده ايه. يبقى احنا ده احنا لو خدنا الكلام ده واستخدمناه في الجاسترونترولوجي في الاندوسكوبي، هو بيقدر يعمل لي حاجتين، بيقدر يعمل لي ديتكشن اند دايجنوزيس، يقدر يقول لي ايه ان في ليجن وايه نوع الليجن ده. اول استخدام للارتفيشال انتليجنس في الحقيقه كان في الكولونوسكوبي، زي ما انتم شايفين كده بيقدر يديتكت بوليب، بيقدر يديتكت ماس، ويقدر يقول لي مع حتى لو كان فيري وان سلايد، يعني وان شوت، يقدر يديتكت من ممكن انا ما اشوفهاش بعيني بس هو بيقدر يديتكت. نفس الفكره اللي هو شاف لي هنا بيرسون ما كنتش انا شايفه، ما لحقتش اشوفه، زي ما شاف لي هنا بوليب انا ممكن ما اخدش بالي لانها ظهرت في فريم واحد من حركه الكاميرا. ايه الارتفيشال انتليجنت في الاي يو اس؟ والله قال لك والله انا عندي مشكله في الاي يو اس الاندوسكوبيك الترا ساوند، اللي انا محتاج حالات كتير عشان اقدر اعمل تريننج، في صعوبه في التريننج، محتاج لي اب تو 150 حاله، وطبعا ده مش بيتاتى. فقال لك انا ممكن استخدم الارتفيشال انتليجنت تو اسيست التريني او الدكتور اللي هو بيتعلم الاندوسكوبيك الترا ساوند في اول حياته، وممكن لو كان عند الدكتور لود كبير من الحالات في الاخر بيبقى الريت اوف ديتكشن، لقوا ان انا لما بيزيد عدد الحالات في الشغل بيقل مع الفتيج، بيقل الابيليتي تو دايجنوز، فهو ممكن ياسس يعمل اسيست اسيست الكلينيشن او الاندوسونوجرافر تو دايجنوز. في الحقيقه ابتدوا يستخدموه في التريننج، قال لك والله انا ممكن ادخل الداتا بتاعت صور كتيره لصور نورمال اندوسكوبيك الترا ساوند، اقدر اديتكت مثلا ان هو هنا بيدور على الكومن بايل داكت السي بي دي، قال لك والله هو انا بعرف هو انا فين، بعمل بدخل الجهاز واشغل الارتفيشال انتليجنت يقول لي والله الحته دي هي دي الكومن بايل داكت، يعرف هو انه ستيشن، هو هنا في ستيشن 4، يقول لي يبقى هنا الكومن بايل داكت في المنطقه دي. غيرنا الستيشن تحت، نزلنا في منطقه اخرى، نزلنا في البالب، قال لك والله يبقى هي دي الكومن بايل داكت. هو بيقدر يديتكت الاورجن النورمال اورجن، ويقدر ياسست الاندوسونوجرافر اللي هو يقول لي ده الاناتومي النورمال اناتومي. هنا دخلت في ستيشن بعد كده اللي هي عند السكند ستيشن، برضه نفس الحكايه، بيقدر يقول لي ان هنا في السي بي دي. قدر يعرف لي السي بي دي في مختلف الاماكن، مجرد ان هو بيديتكت يقول انا في المكان الفلاني المفروض اشوف هنا ايه واشوفه ازاي، فبيقدر يعرف بالتوبوجرافيك ابييرنس بتاعت الصوره، يقدر يقول لي هنا دي ايه وده ايه وده ايه. طبعا وده يعني كان من احلامنا زمان ان انا حد يقول لي ان ده فين الكومن بايل داكت، فين البورتال فين فين فين. فطبعا ده لو يعني عمم استخدامه في الاول، حتى في اللي بيتعلم الاندوسونوجرافر في الاول، الاندوسونوجرافي في الاول، بيبقى قيم جدا. ابتدى يستخدم في الديتكشن اوف بنكرياتيك كانسر، طبعا الريت اوف ديتكشن زاد، وخصوصا في السمول، خصوصا في الايكوجينيستي اللي هي بتبقى ايزوكويك شويه، بيقدر يديتكت افضل من العين المجرده. طبعا المشكلة الأزلية بتاعتنا في الاي يو اس هو اللي انا اقدر افرق ما بين بنكرياتيك ليجن، انا ما اقدرش اعرف البنكرياتيك ليجن ده ايه، هل هو فوكال بنكرياتيتس ولا بنكرياتيك كانسر ولا اوتو اميون بنكرياتيتس ولا نيورو اندوكراينال تيومر. طبعا الاي يو اس قال لك والله انا ممكن ادخل صور مختلفة للليجن، وانا عندي الداتا جوه في الجهاز فيها الاف الصور ل مالتيبل ليجن بمالتيبل موداليتي اوف ديتكشن. يعني مثلا هنا ادي الكونفنشنال اندوسونوجرافي، هنا باستخدام الالاستوجرافي، هنا الدوبلر، هنا الكونتراست انهانسد سواء فينوس او ارتيريال فيز. الباترن ده ادخله في الجهاز او هو والجهاز شغال، بدخل الباترن ده ويقول لي الصوره دي تدل على
كرونيك بانكرياتايتس. يبقى الليجن ده كرونيك بانكرياتايتس. الليجن الثاني هو نفس الصوره برضو، في ليجن هايبوكويك ولوكالايزد في البنكرياس. لما عمل ده ولما عمل الدوبلر، يعني زي ما انتم شايفين الاختلافات طبعا، حتى الالاستوجرافي مختلف، الباترن مختلف، فاقول ده نيورو اندوكراينال تيومر. الباترن الثالث طبعا هنا زاد قوي البلو ديسكلاريشن، بلوش ديسكلاريشن، مفيش بلاد فيسل، فيري رير بلاد فيسل هنا، دي ماشيه مع ادينو كارسينوما. انا بدخل الداتا دي او انا شغال بتدخل الداتا دي بتقارن الصور دي بالصور اللي موجوده اوريدي على الجهاز، بتقدر تقول لي في الاخر ده الدايجنوزس بتاعنا. فانا بدخل الصور او هي بتخش اثناء الشغل بتقارن بالنيورال نتورك، بتخش في النيورال نتورك بيعمل لها تصفيه، بيعمل لها كاتيجورايزيشن كلاسيفيكيشن، في الاخر يقول لي الاوتبوت دي ادينو كارسينوما، دي نيورو اندوكراينال تيومر وهكذا. نفس الفكره بتحصل برضو في البنكرياتيك سيست. ادي بنكرياتيك سيست، ايه نوعها؟ هل هي بناين ولا مالجنت؟ هل هي بوتنشالي مالجنت ولا ايه؟ بقارنها بالاف الصور اللي عندي بدخلها، وبيقدر يديني برضو اوتبوت اللي هو يقول لي ده الدايجنوزس بتاعي مثلا اي بي ام ان موستلي نتيجه كذا وكذا وكذا. طبعا استخدمناه في ديتكشن اوف بنكرياتيك سيست وديفرنشيشن اوف تايب اوف بنكرياتيك تيومر، هل هو بناين مالجننت نيورو اندوكراينال تيومر وهكذا. طبعا هو يقدر كمان يعني استخدموه لقوا مور اكيوريت في الديتكشن، هل هو في مالجننسي في الاي بي ام ان الانتراداكتال بابيلر ميوسينس نيوبليزيا، هل هو ده بناين اور مالجننت. طبعا قدر يفرقها لي بنسبه عاليه جدا جدا جدا، تفوق طبعا الرؤيه العاديه وخصوصا في اليونج اندوسونوجرافر. برضو الهيباتيك ماس يقدر يقول لي اذا كانت دي مالجننت ولا بناين وزاوت فاين نيدل اسبيريشن او بايوبسي. طبعا كل ما زودت الانبوت كل ما زودت الداتا اللي على الجهاز، كل ما زودت الصور بتاعه الليجن كل ما خلى الاوتبوت اكثر دقه. طبعا برضو في الجست اللي هو جاستروينتسترومال تيومر بيقول لي اذا كانت دي بناين او مالجننت، والمقارنه بتاعتها مع الاذر سب ايبيثيليال ليجن. كذلك بقى يعني الجول بلادر بوليبس هل هي بناين ولا مالجننت. استخدم برضو في الكونفوكال ليزر اندو مايكروسكوبي في البنكرياتيك سيست، بيشوف لي الباترن بتاع الكونفوكال ليزر ويقول لي اذا كانت دي التايب اوف سيست وهل هي بوتنشالي مالجننت او مالجننت ولا لا. طيب احنا من رؤيتنا هنا ايه الفيوتشر اوف ارتفيشال انتليجنت اوف يو اس؟ والله انا رايي ان هو في الحقيقه هو ده هيتحقق في القريب العاجل في العشر سنين 15 سنه القادمه. الاي يو اس في الحقيقه هيقدر يعمل ثلاث حاجات. اول حاجه ان هو يقدر يديتكت البنكرياتوبيلياري ديزيزز، كان يقدر يكتب ريبورت، يعني انا بعد ما اخلص الشغل هو يقدر يكتب لي ريبورت ولو بوينتس حتى على اللي هو شافه بالمقارنه بالايه بالديتا اللي عنده. هو اكت از نافيجيتور يقول لي انت فين دلوقتي، تقدر تشوف ايه في المنطقه دي، لوكالايز سام اناتومي او اناتوميكال تشينجز، يعني سواء نورمال او اب نورمال. السكند دايجنوستيك وده في الحقيقه هو ده الهدف بتاعنا، ان هو يقول لي ايه هو الليجن ده يديتكتد طبعا وده الاول، وبعد كده يقول لي ايه نوع الليجن من غير فاين نيدل اسبيريشن او بايوبسي او وات ايفر. طبعا هو ده الهدف الكبير. المستقبل اعتقد ان هو ممكن بعد كده من لو دخلت الداتا بتاعت العيان السن الجنرال كونديشن بتاعته الهيستوري بتاعه الديزيز الكوموربيد كونديشن بيقدر يديني البروجنوزيس، يقدر يديني البري اوبراتيف اند بوست اوبراتيف كومبليكيشن، مين يقدر يعمل عمليه، مين هيستحمل، مين هيبقى الريسك بتاعته افتر بوست اوبراتيف اكتر. في الحقيقه برضه مهما كان هو ليه ليميتيشن، اول ليميتيشن اللي انا ان الداتا بتاعتي قليله مهما زادت فهي الكولكت اي يو اس ايمج فيري ديفيكلت، لان انا ما عنديش الاف الصور اللي اقدر ادخلها لديفرنت ليجن، لان معظم الليجنز دي بتبقى راريتيز. الحاجه الثانيه اللي هو بيقول لي الدايجنوزس او بيقترح الدايجنوزس من غير ما يديني اسباب، لان هو بيقارن صور، ما يقدرش يقول لي ان دي مالجننت عشان 1 2 3، لا هو بيقول لي هي دي مالجننت وانا ببقى عارف هو بيقول لي كده علشان هو قارن الصور اللي عنده او الفيديوهات اللي عنده بالبيشنت اللي انا بشتغل. انا عايز اقول في الاخر ايه، بقول والله الارتفيشال انتليجنت ده هو ده بريزنت والفيوتشر. الارتفيشال انتليجنت ان اي يو اس ويل بي اسينشال تكنيك تو امبروف تريننج اند دايجنوستيك ابيليتي.
simply this is our future in EUS. شكرا جزيلا. والمحاضره دي معاها اكثر من 150 جي اي ليكشر موجوده في ماي يوتيوب شانل وفي ايجل ايجيبشن اكاديمي فور جاسترونترولوجي ليرنينج اند ايفالويشن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا. Goodbye, goodbye, friend.